بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ما جاء في صحيح مسلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وسبق بعض الحديث والشرح عن هذه. وقفنا مع المؤلف عند قوله بعد ذلك: فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من جملة التشبه الذي نهانا الله ورسوله عنه بأهل الكتاب، تشبه بهم في تلقيهم لأوامر الله ورسله، أنهم كانوا يتلكؤون عند التلقي ويتكاسلون. الله سبحانه وتعالى عاقبهم وشدد عليهم، وكما سبق أنهم أيضا كانوا يكثرون الأسئلة بدل أن يبادروا بالامتثال، يكثرون الأسئلة والإشكالات. فالله جل وعلا عاقبهم، حملهم آثارا وأغلالا. وقد أراد الله سبحانه أن يمتحن هذه الأمة ليظهر الفرق بينها وبين الأمم السابقة في هذا المضمار وغيره. نعم. فالله جل وعلا أنزل عليهم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعند ذلك خاف الصحابة من هذه الآية، لأن الله أخبر أنه يحاسبهم بما في صدورهم وما في قلوبهم، فشق ذلك عليهم شقة شديدة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، لأنهم أمة يريدون العمل. فهم لو عملوا بهذه الآية شقت عليهم، لأنه قل من يسلم من الهواجس، وقل من يسلم من الخطأ والنسيان. والله أخبر أنه سيحاسبهم على ذلك، فشق ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وقال: عليكم بالسمع والطاعة، ولا تكونوا كالذين من قبلكم فيما يقابلون به أمر الله سبحانه وتعالى. عليكم بالسمع والطاعة والامتثال والصبر. فعند ذلك اقتنعوا وقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
فعند ذلك نسخ الله الحمد لله هذه الآية وخفف عن عباده لما ظهرت طاعتهم وامتثالهم وانقيادهم خلاف الأمم الذين من قبلهم. فالله جل وعلا نسخ الآية بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى عند كل دعاء نعم نعم، ثم قال قد أجبت. فعند ذلك خفف الله عن هذه الأمة ونسخ عنها الآثار والأغلال واستجاب هذا الدعاء، وهذا إنما هو ببركة الامتثال والسمع والطاعة وعدم مشابهة أهل الكتاب في تلكؤهم عند أوامر الله. والحاصل من هذا أننا نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب بالتوقف عند أوامر الله وكثرة الأسئلة والاستشكالات، وأن الواجب علينا المبادرة والسمع والطاعة، وأن ذلك يفضي إلى يسر بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب الله دعاءهم. نعم. الله سبحانه وتعالى وصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يضع الآثار والأغلال عن أتباعه، فلو أن أهل الكتاب امتثلوا وأطاعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه لوضع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وذلك في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني على أهل الكتاب. لو أنهم آمنوا بهذا الرسول واتبعوه لوضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال، لكنهم لما لم يتبعوه بقيت عليهم إلى يوم القيامة، لم تنسخ في حقهم، وإنما نسخت في حق من آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فهم فاتهم هذا الثواب العظيم في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صفة هذا الرسول أن شريعته يسر وسهولة، ليس فيها آثار ولا أغلال، وأن الله جل وعلا استجاب دعاء عباده لما طلبوا منه أن يضعوا عنهم الآثار. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. نعم. قال: وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله جل وعلا يحب اليسر، وهو رفيق يحب الرفق، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يأتوا رخصه كما يكره منهم أن يأتوا معصيته كما في الحديث. نعم. هذا دليل على أن الله يحب لعباده اليسر والسهولة، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال،
وزجر أصحابه عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع. وهذا باب واسع جدا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه أن يحملوا على أنفسهم في العبادة ويتشددوا فيها، وحذرهم مما وقع لمن كان قبلهم من هذا الشيء وما أفضى إليه. نعم، الله سبحانه وتعالى أخبر عن النصارى، قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، في قلوب الذين اتبعوه رأفة، يعني المسيح عليه السلام، رأفة ورحمة، هذا شيء ثابت، ورهبانية ابتدعوها. الرحمة والرهبة الرأفة والرحمة هذه ثابتة، ولكن هذه من شرعهم. نعم، ومن شرع المسيح عليه السلام. لكن الرهبانية وهي التشدد في العبادة هذه ليست من دين المسيح عليه السلام، وإنما أحدثوها. ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها، والابتداع هو إحداث شيء من في الدين ليس منه، فهم ابتدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة للعبادة، ولم يستمروا على هذا لأنهم انقطعوا. ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني أن الله لم يفرضها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن هم ابتدعوها لقصد حسن. نعم، وهو ابتغاء رضوان الله. هذا دليل على أن العبرة ليست بالنية والقصد، وإنما العبرة بالشرع. نعم، فالإنسان يتبع ما شرعه الله ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يحدث البدعة ولو كانت نيته فيها حسنة فإنها سيئة. ولهذا قال فما رعوها حق رعايتها، مع أنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله، ما رعوها حق رعايتها، عجزوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة، وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمتشدد في العبادة ينقطع، لأنه لا عبد ضعيف، فلا يستطيع الاستمرار في مع التشدد، وإنما يستطيع الاستمرار مع اليسر والسهولة، كما في هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله لهذه الأمة، وهو دين اليسر، الحمد لله، من غير إفراط ولا تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم طائفة من أصحابه بأشياء يريدون بها التقرب إلى الله وفيها مشقة على النفوس وحرمان للنفوس، نهاهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الخصاء، من أراد أن يختصي خوفا من الزنا نهاه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نهينا عن التبتل وهو الانقطاع للعبادة وترك النساء، ولو أمرنا به لاختصينا أو كما جاء. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك رفقا بهم، الحمد لله. وأراد جماعة من أصحابه أن يسألوا عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها، فلما أخبروا من قبل زوجاته رضي الله عنهن كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال من قال وأنا لا أكل اللحم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني.
فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واعتبره رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ ممن فعله مع أنه يريد الخير. نعم. ويريد الزيادة في الخير، لكن الله لم يشرع لنا ذلك، لم يشرع لنا أن نشق على أنفسنا وأن نحملها ما لا تطيق، فهذا لا يرضاه الله جل وعلا، وليس فيه أجر ولا ثواب، لأنه غير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الذين هموا بأشياء من جنس ما كان يعمله أهل الكتاب، وقال تلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. نعم. قال: فنهى عن التبتل وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين فتلك بقاياهم في الصوامع. نعم. قال سبحانه: من ذلك أنه نهى عن الوصال في الصيام. نعم. وهو أن الإنسان يصوم الأيام ولا يفطر بينها، يريد التقرب إلى الله بذلك، هذا يشق على النفوس ويحملها ما لا تستطيع، فلهذا شرع الله الإفطار عند غروب الشمس والسحور عند الفجر. قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل. إلى الليل. فلما أراد جماعة من أصحابه الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفقا بهم وسدا لهذا الباب. نعم. لئلا يتطور فيما بعد فتترك الشريعة بهذه الطريقة، الناس ما يستطيعون هذا الشيء فيؤول هذا إلى ترك الشريعة، فهذا سلم من باب سد الذرائع. ولما قالوا له: إنك يا رسول الله تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نستطيع ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات، والرسول له خواص. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. نعم. هذا باب الموالاة، باب الولاء والبراء من اليهود والنصارى وسائر الكفرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والولاية بفتح الواو معناها المحبة والمناصرة والمعاونة لهم. نعم. على والمعاونة للكفار، فإنه لا يجوز، ولهذا قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار في المواريث وفي المناصرة وفي المحبة في القلوب، لأن محبتهم في القلوب تجر على إلى التشبه بهم في الأعمال، لذلك الله حرم موالاة اليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال: بعضهم أولياء بعض، هم يتولى بعضهم بعضا في التوارث وفي المناصرة وفي محبة بعضهم لبعض، أما أنتم فأنتم منهيون عن موالاتهم. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم يعني بالمحبة والمناصرة والمتابعة فإنه منهم، أي على دينهم. هذا يدل على أن موالاة الكفار أنها كفر، فإنه منهم بمعنى أنه مثلهم في الكفر والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم على المسلم. والموالاة تختلف، منها ما يكون كفرا
ومنها ما يكون فسقا ومنها ما يكون معصية، تختلف باختلاف مواردها، ولكن هي على العموم محرمة من جميع نواحيها. وفي هذا رد على المنافقين الذين يوالون اليهود من دون المؤمنين، قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني أهل النفاق، يسارعون فيهم، يعني في اليهود، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أنهم ينتصرون ويتقوون ويكون لنا يد عندهم، إذا انتصروا يكون لنا يد عندهم ما يضروننا. فهم يسيئون الظن بالله ويحسنون الظن بأعداء الله والعياذ بالله، وإلا لو أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله لم يتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي النصر، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبح المنافقون نادمين على ما حصل منهم، لأنهم اعتمدوا على ضعيف وانهار وانكشف أمرهم. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، انكشف أمرهم والعياذ بالله، وافتضحوا، لأنهم كانوا يحسنون الظن باليهود ولا يحسنون الظن بالله ولا يتوكلون على الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا، في سورة الممتحنة قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، في سورة الحشر، في سورة المجادلة، في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي سورة الممتحنة قال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة كلها في الولاء والبراء من أولها إلى آخرها، ختمها بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقد سبق لنا أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. نعم، سأل الله عليكم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. نعم، هذه كآية المائدة، كآيات المائدة. نعم، بدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالآيات في هذا واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، أنه لا يجوز للمؤمنين أن يحبوا الكفار أو أن يناصروهم على كفرهم وعلى شرهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في المواريث. فالله قطع التوارث بين المسلمين والكافرين إلى يوم القيامة، ليس هذا خاصا بالمهاجرين والأنصار،
وليس هذا خاصا بالكفار في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر ما بقي الكفر والإيمان على وجه الأرض. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.